تصارع المرض الفتاك بهوايات كثيرة، أحبها إلى قلبها التمثيل. باك يا باك، دخيل جراك على المدرسة، لجنة التفتيش جاية، خايفة يكتشفوا كل حكاية، وإذا رحت طلعوني شاحت. لا تخافي ولا تنهمي، لا تعصبي ولا تنسمي. عم ندرب على المسرحية، هي بتحكي عن لبنان وعن الواسطة. أنا كتير كتير بحب التمثيل، وبحب التمثيل لأنه فيك عدة شخصيات. إذا أي شركة إنتاج بدهم حدا صغير يمثل أي دور، أنا جاهزة. ربما كانت آلاء تقول ذلك بأسلوب المزاح، لكن شخصيتها القوية وصلابتها في تحدي المرض ورسائل الفيديو التي توجهها للأطفال المصابين عبر صفحتها على الفيسبوك يثبت كم ستكون بارعة لو صارت ممثلة يوماً ما. بدي وجه رسالة لكل العالم، بدي أقول لكم أنه نحن الأولاد اللي معنا كونسيرت، نحن أولاد كتير قوية وأنا واحدة منهم، وأنا رح أتحدى المرض. الفيسبوك يفيدنا خلي كل العالم يكونوا قوية، ما يضعفوا من شيء، ما يخافوا من شيء، ودايماً يحطوا ببالهم أنه رح يصحوا إذا كانوا ساخنين. حتى وهي تمارس هوايتها بالتصوير تتحدث عن التمثيل، حلم يراودها دوما. أنا سخنت بال 2007، كان عمري 2 وسخنت، وكان عندي ربدوميو ساركوما بأجري، ورجع صحيت 5 ورجعت سخنت وطلع معي أوستيوساركوما، هو هيدا بالعظم، ورجعت صحيت ورجعت هلأ سخنت 3 ولم ينهكها المرض الفتاك، ما زالت قادرة على رسم الابتسامة. الرسم واحدة من هواياتها الكثيرة، تلون حياتها بألوان الأمل كما تلون سطح لوحاتها. أوقات هي بتعطينا القوة وأوقات نحن بنعطيها القوة، وهي أصلاً بنت كتير صبورة كتير، يعني بتكون هي موجوعة وهي عم تتشكشك بالقبر وعم تاخد كيمو هيك، ويوم أنا بصير ببكي هي بتقلي أنه أنا منيحة وليه عم تبكي، أنه أنا ألا ما بحب شوفك هيك عم تبكي يا ماما. حين تعينها الأوجاع تصرخ الأيام، تصر على الذهاب إلى المدرسة، هناك حيث الجميع بانتظارها لترسم بسمة جديدة على وجوه الأطفال. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بلدة رياق، البقاع.